أكبر شاحنة في العالم، وهي من تصنيع شركة جنرال في كندا. هذه الشاحنة قادرة على حمل ما يقارب 450 طن من التراب والتحرك بسرعة 40 كيلومتر في الساعة. كما أن الشاحنة مزودة بثمانية عجلات كبيرة ومحرك قوي يعطي حوالي 3930 نيوتن من عزم الدوران، ليتفوق على 17 شاحنة تفريغ عادية مجتمعة. أكبر طائرة في العالم. تم تصميم هذه الطائرة الضخمة في روسيا كمحاولة لجعل نظام النقل الجوي لمكوك الفضاء قابلا لإعادة الاستخدام في مجال الطيران المدني. وتستطيع هذه الطائرة الإقلاع بوزن يعادل 640 طن باستخدام 6 محركات نفاثة شديدة القوة. ويبلغ طول هذه الطائرة العملاقة حوالي 84 متر بارتفاع 18 متر. أكبر دراجة نارية في العالم بوزن 5.5 طن وارتفاع 5 أمتار. وتم استخدام محرك مميز من قبل شركة شيفروليه بسعة 6 لتر مع علبة تروس بثلاث سرعات. تستخدم هذه الآلة من قبل وكالة ناسا لدعم المكوك الفضائي أثناء نقله، وأيضا تستخدم كمنصة إطلاق الصواريخ للفضاء، وتم تشييد 3 منها في وكالة ناسا. أكبر سفينة عائمة في العالم، وقد ناشرت بالعمل للمرة الأولى في مياه كوريا الجنوبية، وتم تحميلها بالبترول السائل ليصل وزنها الإجمالي إلى 600 ألف طن. ولمزيد من الدقة يمكننا القول إن هذه السفينة العملاقة ليست إلا منشئة عائمة للغاز الطبيعي بطول 488 متر وقدرة تخزين هائلة تعادل حجم 175 مسبحا أولمبيا. العنكبوت الآلي العملاق يزن 37 طن وارتفاع 15 متر، ويستطيع أن يجوب الشوارع بسرعة تفوق 3 كيلومتر بالساعة، بالإضافة إلى قدرته على تسلق الجدران والأبنية المهجورة. والغاية من صنع هذه الآلة هي للاحتفالات وللتسلية. منشأة الإشعال الوطنية هو جهاز أبحاث ضخم مبني على الليزر، ويقع في الولايات المتحدة وتحديدا في كاليفورنيا. تستخدم ليزر قويا لتسخين وضغط كمية صغيرة من وقود الهيدروجين، حيث تبدأ تفاعلات الاندماج النووي، ويعتبر هو الجهاز الأضخم والأكثر إنتاجا للطاقة. ومهمته هو تحقيق الاندماج مع ارتفاع مكاسب الطاقة ودعم الأسلحة النووية. أضخم آلة حفر أنفاق في العالم. بنيت هذه الآلة خصيصا لوزارة الخارجية الأمريكية بهدف إتمام مشروع حفر نفق سياتل واستبدال جسر طريق ألاسكا. صممت هذه الحفارة العملاقة في اليابان، وتم تجزيء الحفارة إلى 31 قطعة ونقلها واحدة تلو الأخرى إلى سياتل، وتم تركيبها هناك. تعتبر حفارة الفحم ثاني أكبر آلة في العالم. بنيت هذه الحفارة الضخمة في ألمانيا عام 1995، ويبلغ ارتفاعها 96 متر وبطول 225 متر. تحتاج هذه الآلة إلى 5 خبراء لقيادتها، ويمكنها نقل 240 ألف متر مكعب من الفحم في اليوم الواحد. مصادم الهادرون الكبير. تم إنشاء هذه المصادم الضخم الذي يعد أكبر آلة في العالم لدراسة أصغر المكونات الفيزيائية المعروفة إلى الآن، وذلك باستخدام دائرة تصادم يبلغ محيطها حوالي 27 كيلومتر، تسمح بتسريع البروتونات إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء. تم بناء هذه المصادم في سويسرا،
وقد تم بنائه تحت الأرض بمسافة 175 متر. والجدير بالذكر أن العلماء يخططون لإنشاء مصار هيبرون أكبر بثلاث مرات من الحالي. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.